يا هلا فيكم في آخر ملفات اللي بنطرحها الليلة على مائدة برنامج يا هلا، حيث أظهرت دراسة استطلاعية عبر الإنترنت استهدفت معرفة أسلوب تفاعل أفراد الأسرة السعودية مع بعضهم. دراسة أظهرت أن أكثر الذكور سعداء مقارنة بالإناث 68% مقابل 57%. فريق الدراسة قال أن الاستطلاع الذي قام به الفريق في المركز المتخصص أظهر كذلك أنه 60% من أفراد الأسرة السعودية كانوا سعداء داخل أسرهم. أرقام وإحصاءات كثيرة طلعنا فيها بهالدراسة، وحول الطريقة التي بنيت عليها هذه النتائج بنتكلم، لكن خلونا في البداية نتابع هالتقرير ونبدأ النقاش بعده. أثارت دراسة استطلاعية عبر الإنترنت أجراها ضيف ياهلا بروفيسور الطب النفسي الدكتور عبد الله السبيعي عددا من الوقفات والمناكفات على صعيد النقاش الافتراضي عبر أدوات التواصل الرقمي. 11% كانت الفارق بين الجنسين في مستوى السعادة، وكان ذلك بالطبع لصالح فريق الذكور الذين يبرز المتزوجون منهم كأسعد السعداء بفارق 20% عن العزاب. تضيف الدراسة أيضا بأن الأسر المتوسطة التي يبلغ عدد أفرادها من 5 إلى 10 أشخاص هم الأقل حظا من السعادة بالنظر إلى تلك الأسر الأكبر حجما أو الأقل من 5 عددا. آخر الرقمين تجاذبهما الأخذ والرد، يفيدان بأن 81% من الأسر السعودية تلتقي على وجبات الطعام، وأن 16% من الأسر في مجتمعنا لا يمارسون أي نشاط ترفيهي أسري. الدراسة لم تشر على أي حال على المثل الدارج بأن مفتاح سعادة قلب الرجل يأتي من خلال طبخ النساء الشهي، وربما أنه أحد الأسباب الذكورية على الأقل في مجتمع الدراسة. للتعليق وللحوار حول هذا الموضوع، هذه الدراسة اللي ذكرت أن الذكور أكثر سعادة من الإناث بمجملها عندنا في السعودية، معنا رئيس فريق الدراسة البروفيسور في الطب النفسي الدكتور عبد الله السبيعي، كذلك معنا من جدة المستشارة الأسرية في مركز عين اليقين الدكتورة زهرة المعبي، وبيكون معنا إن شاء الله اتصالات هاتفية من ضمنها الاتصال الهاتفي مع الباحث والكاتب الصحفي الأستاذ محمد العصيمي، وبيكون معنا ختاما نائب رئيس جمعية تعزيز الصحة الدكتور نادية نصير. حياك الله دكتور معنا. هالدراسة دكتور قبل ما نتكلم عنها، مفهوم السعادة يختلف عند يعني من شخص إلى شخص، أو يعني ربما يكون إدراكنا لهالمفهوم مختلف، فوش نقصد مفهوم السعادة بشكل عام اللي كنتم ترمون له في هذه الدراسة؟ الحقيقة الدراسة هي استطلاع من خلال الإنترنت، وتعرف الآن كل ما كان عدد الأسئلة قليل، كل ما كانت الأسئلة بسيطة، كل ما كان هذا أحرى بتجاوب الناس في المشاركة في الدراسة، ولذلك حرصنا في هذا الاستطلاع أن تكون الأسئلة قصيرة ما أمكن ومباشرة ما أمكن. لم نتطرق فيها إلى مفهوم السعادة كما أشرت، لأنه هذا يعني سيتشعب بنا، وهذا يمكن يكون في حد ذاته هو دراسة علمية بحثية مستقلة. هو كان سؤال واحد فقط، هل تشعر بالسعادة في داخل أسرتك أم لا؟ ولذلك كل مفهوم السعادة هنا هو يدور حول الأسرة. السعادة يعني داخل محيط الأسرة. داخل محيط الأسرة. يعني كثير من حي من وسائل الإعلام المرئي والمقروء التي تناقلت أخبار الاستطلاع كانت أظهرت السعادة وكأنه شعور بالسعادة بشكل عام. بينما المقصود حقيقة حتى في صياغة السؤال للناس اللي شاركوا فيها يعرفون أنه كان السؤال أنه هل تشعر بالسعادة داخل أسرتك، والسؤال هذا ربط بكل المعايير الأخرى مثل حجم الأسرة، مثل الذكور أو الإناث أو كذا، فلذلك ظهرت هذه النتائج. طيب يعني أبرز الأرقام والنتائج اللي خلصتم فيها في الدراسة، يعني كان من ضمن أنه 68% من الذكور في الأسرة سعداء،
مقابل 57% من الإناث، ويمكن هذا الموضوع اللي كان يعني خالطه جدل كثير حتى في وسائل التواصل الاجتماعي، أنه 60% من أفراد الأسرة كانوا سعداء داخل أسرهم. هل في كذلك يعني نتائج أخرى كانت يعني قد ظهرت لكم من خلال هذه الدراسة، وحتى إن كان استطلاع عن طريق الإنترنت يعني البعض يقول مو بدقيق لكن يمكن يعطي مؤشر ولا لا دكتور؟ يظل هو استطلاع، يعني نحن لم ندعي بأنه هذه دراسة علمية مقننة محكمة. نحن ذكرنا استطلاع، هو استطلاع رأي لا أكثر. والنتائج بالمناسبة اللي من أراد أن يعترض على النتائج هي ليست رأي شخصي لكي تعترض عليه، يعني هذا الذي قمنا به وهذه النتائج اللي خرجت لنا أظهرناها كما هي وعرضناها. وأعتقد أنها تعكس بمصداقية كبيرة واقع المجتمع. لماذا؟ لأنه كان الاستبيان مفتوح، يعني لم يمنع أحد من دخول الاستبيان، لم نوزع على الرجال أكثر من النساء، كان مفتوح وأعلن عنه في وسائل التواصل الاجتماعي وشارك فيها الناس. عدد الرجال اللي شاركوا فيه نفس عدد النساء؟ لا، العدد الرجال عدد النساء أكثر بالمناسبة، النساء ما تحضرنا الأرقام الآن لكن عدد النساء أكثر. نعم. طيب أنتقل جدا دكتورة زهرة، حياك الله معنا في برنامج يا هلا. ايش رايك يا دكتوره في النتيجه اللي تقول انه 68% من الذكور عندنا داخل الاسر سعداء مقابل 57% من الاناث؟ تعليقك. يحق لهم رجالنا يكونوا سعداء داخل الاسره، لانه الام والابنه والاخت والعائله والاسره كلها تعمل جاهده على انها تسعد هذا الرجل اللي داخل البيت، فالكل يعني يتفانى في خدمته علشان يكون هذا الشخص داخل أسرته سعيد، عشان يجلس، عشان يأخذ ويعطي معاهم ويتكلم معاهم ويتبادل أطراف الحديث، علشان يتشاوروا في أمور حياتهم الأسرية. علشان كده هم فعلا بيشعروا بالسعادة، لأن الأسرة متمثلة بدور الأم، والأم تعمل جاهدة على إنها تسعد أولادها أكثر من البنات، لأن حتى البنات يعملوا مع أمهم على إسعاد هذا الفرد اللي هو داخل الأسرة، اللي هو ولد أو أب أو عم أو خال أو أي نوع من أنواع الصلة اللي داخل أسرته. يعني أنت تؤيدين دكتورة أنه يعني هالأرقام أنه رقم غير مستغرب، أنه نسبة الرجال أو الذكور داخل محيط الأسرة أنهم يكونون أكثر من الإناث سعداء؟ نعم نعم نعم، أنا لأنه طلباتهم مجابة، أوامرهم مجابة، ما يعني ما شاء الله تبارك الله الكل مستعد وجاهز، يعني في إنهم يلبوا لهم أي شيء هم يطلبوه أو يرغبوا فيه، يبغى الغداء قبل 3، يبغى الغداء بعد العصر، وقت ما يطلب وقت ما يتمنى الكل يعني في خدمته ويسعى جاهد على إنهم يلبوا له رغباته، وخاصة لو كان يعني هو داخل أسرة فيها أم. يعني الأم تعمل جاهدة على إنها تريح ولدها بأي طريقة من الطرق. وبعدين دايما أنا أشوف الأمهات في عندهم محاباة في المعاملة بيعاملوا، وهذه يعني من معاناة البنات عندنا داخل الأسر، ومن أنواع يعني اللي هم اللي يعتبروا نفسهم إنهم محبطين من خلال علاقاتهم بأهلهم اللي هم البنات، فيقولوا يعني الأم تتفانى في إنها تسعد هذا الولد وتلبي طلباته وكمان تسخرنا لخدمته. يعني إحنا نغسل له ونكوي له ونلبي له طلباته. فمن أجل ذلك لما تطلع نسبة سعادة الرجال عندنا عالية، والله هذا شيء يعني إيجابي نتيجة وجيد. وإن دل فإنه يدل على إنه له صولاته وجولاته، الرجل داخل أسرته له هيبته له قيمته، وهذا الشيء يسعدنا. أنا من الناس اللي أنا أحب إنه الرجل تكون له شخصية داخل البيت ويكون له هيبة، فيعني هذا شيء جميل جدا. جميل. طيب برجع لك يا دكتورة، دكتور عبد الله، هل فعلا الرجل مدلل داخل إطار الأسرة؟ نعم، أنا حقيقة أتفق مع الدكتورة أنه يمكن الأمهات يحبون أولادهم، لكن أيضا من ناحية أخرى ترى الآباء يدللون بناتهم أكثر من العيال. يعني اللي أعرف أنا على الأقل في محيط الناس اللي أعرفهم، محيط المراجعين، وأنا أزعم بأن عندي خبرة الآن في العمل في مجال الطب النفسي تجاوزت 30 سنة، دائما البنات قريبين جدا لآبائهم، يرحمونهم، يحنون عليهم، يهتمون فيهم بقدر ما أن الأم تهتم في ولدها وتراعيه وكذا.
لكن إجابة على سؤالك نعم، أنا أعتقد أن الرجل يتمتع بموقع خاص داخل الأسرة سواء كان الأب، وعندما يعني تعقيم على كلام الدكتورة، إذا كان الرجال أكثر سعادة داخل الأسرة فالفضل يرجع في ذلك إلى النساء، إلى المرأة. المرأة تتبعل لزوجها بقدر كبير جدا، وتضرب مثال للبنات بأنهم أيضا يهتمون بأبوهم، يهتمون بإخوانهم. ولذلك يعني بقدر ما أنه البعض يراها نوع من المنافسة، أنه يحق لهم، ولا أنه الرجال مدللين، ولا أن النساء مضغوط عليهم، ولا كذا، أبدا. نعتقد أنه إذا كان الرجال سعداء فالفضل يرجع في ذلك للنساء. طيب الدكتورة، خليني أسألك سؤال مضاد. لماذا صار يعني صار الإناث أقل سعادة داخل محيط الأسرة من الرجال؟ أنت قلت الرجل مدلل، طيب النساء ليش صاروا أقل سعادة؟ هل لأنهم يسعون أن الإناث داخل محيط الأسرة أنها تعطي وتستسعد الرجل، وبالتالي يمكن كثير من حقوقها، كثير من الأمور اللي تكون سعادتها ما قاعدة تتوفر لها داخل الأسرة؟ نعم نعم نعم، إجابتك في مكانها، يعني تقريبا أنت كأنك أجبت على السؤال، اللي هو إنه فعلا البنات داخل الأسر يعني هي ما أقول لك بعض الحقوق عندهم مهضومة وطلباتهم ما هي ملباية كلها. أضف إلى ذلك إنهم هم يتفانوا في التقرب إلى إخوانهم، علشان يعني من خلال التفاني هذا ممكن الأخ يلبي لها طلبها، يوصلها مشوار، يؤدي لها غرض من أغراضها، فهي يعني تحاول جاهدة إنها تكون قريبة من أخوها أو قريبة من أبوها، على أساس إنها يعني لبوا لها أي طلب يطلبوه. ليش؟ لأنه عندنا البنات يعني داخل المجتمع السعودي عندنا ضوابط وعندنا قيود وعندنا اهتمامات وعندنا قيم واتجاهات وتحفظات، يعني البنت ما بتاخد راحتها الكاملة داخل الأسرة. يعني مو كل ما يهفها الشوق وتبغى تخرج لبست عبايتها وطلعت، مو كل من تبغى تروح لزميلتها خلاص قالت لهم هيا أنا ماشية وصلوني. لا، في ناس يقولوا لها أيوة، في ناس يقولوا لها لا، وفي ناس يقولوا لها فين رايحة وليش ما في مناسبة، وخليك للأسبوع الجاي وخليك للمرة الجاية. معناته إيه؟ هذا إن دل يدل على إنها فعلا يعني ما هي مضطهدة إلى يعني حد كبير، رغم إنه في بنات ترى مضطهدات، وإن دل يدل على إنه حماية الأسرة عندنا مليانة من البنات اللي هم بيعانوا بيشتكوا من الضغوط من آبائهم ومن إخوانهم حتى من الأمهات. يعني أنا أعتب بشدة على الأم التي تقسو على ابنتها، أقول لها هذه أمك وأختك وصديقتك وحبيبتك، ولما تكبري بكرة وتعجزي والله ما أحد حيقعد جنبك ويدور عليك ويتلمس آلامك وأحاسيسك إلا هي هذه البنت. الرجل مع زوجته مع أولاده ولا يمكن، ما يستطيع إنه الراجل أو اللي هو الولد ولا أي كان إنه يتغلغل في نفسية أمه ويعرف مدى لمسة الألم عندها. هي جميل. البنت اللي تصادق أمها وتعرف كل أحاسيسها. فبقول لهم راعوا بناتكم، ضموهم، أحضنوهم، سلموا عليهم، طبطبوا عليهم. تقول لك لا أنا طنجيرة كبيرة قد إيه طولها وعرضها، أنا أسلم عليها وأحضنها، يعني تستنكف وإنها يعني تداعب بنتها، إنها تحضنها، إنها تلاطفها. على الرغم على العكس تسلم على ولدها الطويل هذا وتقعد تتعلق في رقبته وتسلم على راسه ولو ودها، يعني إيش تعمل من شدة فرحتها؟ أنا شايفة ولدها رجال. طبعا أفرحي كمان إنه بنتك صارت كمان آنسة، صارت فتاة مستقبل. جميل. بكرة النار تتزوج. طيب. وتصير زوجة وعندها أولاد وعندها أحفاد، يعني أعتني بيها، أهتمي بيها، حطي لمسة الحنان معها. الدكتور هنا ما قصر، قال إنه البنات بيميلوا إلى الآباء، والآباء أكثر حنانا لبناتهم لأنهم بيشوفوا برؤية العين قسوة الأم على بنتها، فهو يقوم يقول لا إذا هي شدت أنا أرخي عشان فعلا لا. جميل. يفلت العيار. طيب. يعني شعرة معاوية ما تنقطع بين الأب والأم. واضح. في داخل الأسرة هذه. واضح دكتور، برجع لك، بس خلينا أستاذنك أنت والدكتور أن نأخذ اتصال هاتفي مع الباحث والكاتب الصحفي الأستاذ محمد العصيمي. أستاذ محمد حياك الله معنا. خليني أسأل يعني بناء على نتائج هذه الدراسة اللي كانت عن طريق الإنترنت،
واللي كان من أبرز نتائجها أن الذكور أكثر سعادة من الإناث في السعودية. أنت كيف تشوف يعني نتيجة هذه الدراسة بناء على تكوين النسيج الاجتماعي والأسري داخل الأسرة السعودية عندنا؟ حياك الله أولا أخي خالد، وحيا الله ضيفك وضيفتك الكريمين والمشاهدات والمشاهدين. الحقيقة أنا ما سمعته إلى الآن من حوار أو مداولة في الاستديو ومن جدة هو في إطار الجانب العاطفي البحث لهذا الموضوع، وأنا أعتقد أن الموضوع أكبر من هذا بكثير. الموضوع يتعلق بالقهر المستمر للمرأة في المجتمع، في مجتمع المملكة. طبعا نبتعد عن التعميم قدر ما استطعنا، ولكن بحكم اهتمامي أنا الشخصي بالمرأة وأوضاعها أجد أنها تتعرض لقهر كبير. وما سمعته من الدكتورة قبل قليل كأن هذا الرجل طاووس تدور حوله الدجاجات لتبحث عن رضاه وسعادته ونفس ريشه وإلى آخره. يعني النتائج الدراسة بالنسبة للنساء فاجأتني من حيث الصمود النفسي الحقيقة للمرأة السعودية في ما تتعرض له من قهر. كون 57% من السعوديات سعيدات، هذا يعني شيء عظيم وشيء يبشر بأن المرأة السعودية ستحقق مزيد من الانتصار النفسي والاجتماعي لاحقا. على أي حال، أنا بالنسبة لي أعتقد أن استقلالية المرأة هي من أهم شروط السعادة والاستقلالية. والدكتور يمكن يعرف هذا الشيء أكثر مني بحكم تخصصه، ولكن استقلالية الإنسان سواء كان رجل أو المرأة هي أول وأهم وأكبر شروط السعادة. لو أخذنا الآن مسألة ولاية الأمر على المرأة في السعودية، سنجد تعسف كبير جدا من الرجال، الآباء وغير الآباء، أولياء الأمور. يعني امرأة راشدة عاقلة متعلمة أو امرأة أم تجد وضعها ورقبتها معلقة بيد رجل قد يكون جاهل وقد يكون سفيه وقد يكون قاصر وقد يكون صغير. فإلى متى يظل موضوع الولاية مثلا على المرأة بهذه الصيغة؟ الآن بعض النساء والبنات يمنعن من العمل ويمنعن من السفر للدراسة وإلى آخره بسبب آباء متعسفين، وهذا هو ما يثير التعاسة لدى هؤلاء البنات. لا نريد احنا يعني ان نحجب الشمس بأيدينا، الوضع واضح. البنت السعودية والمرأة السعودية بشكل عام تتعرض لقهر اجتماعي يومي، وعلينا أن نلتفت في المؤسسات الرسمية وفي المؤسسات الاجتماعية إلى هذا الأمر، وإلا سيستفحل أكثر وستكون الحلول بإزائه فيما بعد أصعب بكثير. أركز على موضوع الاستقلالية، لابد بشكل قاطع وحاسم أن تبادر الجهات الرسمية وعلى مستوى القرار السياسي وليس على مستوى العواطف والطرح الاجتماعي المجاني الذي يذهب هباء. على مستوى القرار السياسي لابد أن يكون هناك قرارات تعتق المرأة من رقبة ولي الأمر المتعسف. المرأة لدينا تعلمت وكبرت ورشدت، ولا بد أن تعطى استقلاليتها، وإذا أعطيت استقلاليتها أنا أراهن الدكتور والدكتورة وكل المشاهدين والمشاهدات بأنها ستحقق سعادة فائقة. طيب. مثل الرجل أو ربما تفوق الرجل. طيب محمد، الرجل لا. محمد حتى بس سمحت لي، يعني موضوع تعطي المرأة استقلاليتها، ما المحيط أو ما الإطار العام لهذه الاستقلالية اللي تطالب بها للمرأة داخل محيط الأسرة؟ داخل محيط الأسرة وداخل المجتمع. الأسرة مرتبطة في المجتمع، لا يمكن أن نفصل بعضهما عن بعض. ما يمارس في الأسرة هو ما يدل على الممارسة الاجتماعية العامة. الآن المرأة إذا ذهبت تخرج ورقة أو إذا أرادت أن تسافر للدراسة أو أن تلتحق بعمل ووظيفة وتسترزق رزق شريف، يقف لها ولي الأمر المتعسف. انظر إلى المعنفات في المحاكم والمطلقات، أين قانون الأحوال الشخصية الأعرج الذي نسمع به ولم نرى نتائجه على صعيد المجتمع بالنسبة للمرأة؟ يعني إحنا نتحدث كثيرا ونجري من الدراسات كثيرا والنتائج كثيرا وإلى آخره، ولكن ما تحققه المرأة من أسباب الوجود والقيمة على الصعيد الاجتماعي يكاد يكون معدوم. نريد أن نعترف بذلك. حين نعترف بأن لدينا قصور وظلم وتعسف وقهر للمرأة، يمكن في هذه الحالة
أن نتقدم. واضح. شكرا شكرا للباحث والكاتب الصحفي الأستاذ محمد العصيمي. دكتور أبي تعليقك تعقيبك بالتحديد على مداخلة الأخ محمد لما قال أنه كويس أن 57% من يعني الإناث والنساء داخل الأسر مبسوطين، وكان نتوقع أنه أقل من هذا بكثير. حقيقة هو الأخ محمد بدأ بالحديث أنه كان الحوار بيني وبينك وبين الدكتورة حوار عاطفي، وأعتقد أنه الكلام اللي قاله هو كلام عاطفي حقيقة. يعني نحن في الدراسة في الاستطلاع ومثل الدراسات وركز على الجوانب الحقوقية وإعطاء الاستقلالية بشكل كبير، لكن نحن هنا نتحدث يعني نحرص في مركز إدراك أنه دائما نعمل لدراساتنا، سواء كانت الدراسة السابقة اللي عملناها على بدء العام الدراسي أو الدراسة هذه أو حتى الدراسات اللاحقة، أنه نحن ننطلق من رؤية مجتمعية ونخرج بأرقام حقيقية، لا هي عاطفتي ولا عاطفة فلان ولا ميولي ولا ميول فلان. بحثت بنيت على الإنترنت كذلك كوسيلة لوسط هذه الاستبانة والدراسة. ما كانت على أرض الواقع دكتور؟ إلا أرض الواقع. من يجب نحن العينة من بيوتهم، هم شاركوا من أفراد المجتمع السعودي، ما كان مبني على عاطفة، ما كان مبني على رأي أنا ولا رأي فلان. يعني أنا أتفق مع الدكتور أو الأخ محمد أنه صحيح في قضايا معينة في جوانب حقوقية المرأة يقع عليها ظلم كثير، وأنا كان لي تغريدة وصلت الريتويت حقها فوق 3000. أعتقد أنه فعلا المرأة عليها ظلم في بعض الجوانب، لكن هذا لا يمكن تعميمه، لا يمكن القول بأنه ظاهرة أنه المرأة السعودية عليها قهر ويمارس عليها قهر. أبدا، زوجتي ما عليها قهر، زوجتك ما عليها قهر، أتمنى أن زوجة الأخ محمد أيضا ما عليها قهر. يعني لا يمكن تعميم مثل هذه المصطلحات الكبيرة اللي توحي للشخص اللي يعني يعيش خارج المجتمع السعودي وكأنه بيوتنا ثكنات عسكرية ولا سجون. طيب هذا غير صحيح. طيب أنت مع إعطاء استقلالية للمرأة كذلك أكثر؟ أنا مع إعطاء استقلالية أكثر للمرأة، ولكن لا نعكس بأنه إعطاء الاستقلالية للمرأة هو نتيجة لأنه المرأة تمر بقهر وبظلم. يعني ما في شك الشقاء النساء شقائق الرجال. المرأة لها استقلاليتها المالية، لها استقلاليتها في اختيارات كثيرة، لكن ضمن ضوابط شرعية، ضمن ضوابط مجتمعية. لا يمكن تغيير المجتمع بكل مناسبة في يوم وليلة. فالمجتمع قطعا، يعني نتحدث عن كثير من الحقوق للمرأة، قطعا ستحصل المرأة على كثير من الحقوق. طيب خلينا نطلع فاصل دكتور، حرجع لك بعد الفاصل باخذ رايك كمان في هالموضوع. فاصل قصير ونرجع لكم مشاهدينا. يا أهلا فيكم مشاهدينا من جديد، وحديثنا يتواصل حول الدراسة التي ذكرت أن الذكور أكثر سعادة من الإناث في محيط الأسرة لدينا هنا في السعودية. ومعنا في الاستوديو في الرياض المشرف ورئيس فريق الدراسة لهذه الدراسة البروفيسور في الطب النفسي الدكتور عبد الله السبيعي، والمسؤول عن مركز إدراك، وكذلك معنا من جدة المستشارة الأسرية في مركز عين اليقين الدكتورة زهرة المعبد. دكتورة زهرة، أواصل معك الحديث حول تعليقك على ما ذكره الأستاذ محمد فيما يتعلق أن المرأة تحتاج إلى منح استقلالية أكثر. هل تتفقين أنه البعض ما زال يعني يمارس في مجتمعنا وأد البنات بس بطريقة ثانية مختلفة، وبالتالي يجب فعلا أن تعاد صياغة كثير من القوانين اللي تكفل فعلا حفظ حقوق المرأة وعدم التعدي عليها؟ نعم، يوجد كثير من الأسر للأسف الشديد تجهل طريقة التعامل مع الفتاة داخل الأسرة، ويعني وتمارس عليها فعلا ضغوط كثيرة، مما يؤدي هذه الضغوط إلى أنها تكون يعني شابة مكتئبة، حزينة، تعيسة، ما يعني لا تشعر بالسعادة حتى داخل أسرتها وحتى بوجود الوالدين، لا تشعر بالسعادة لو كانت حتى عايشة في أحسن مكان، لأنهم بيمارسوا عليها الضغوط الاجتماعية، بيمارسوا عليها زي ما قال الأستاذ محمد بعض القهر. وزي ما أنا يعني أتكلمت في الموضوع الأول، قلت مراكز حماية الأسرة تعيش بالبنات اللي بيعانوا من الضغوط الأهالي عليهم. عندنا كذلك في المراكز يعني يخجلوا البنات إنهم
يجوا يحضروا جلسة مقابلة وجها لوجه، فيضطروا يعملوا إيه؟ يتكلموا عن طريق الاستشارات الهاتفية، لأنها تخجل إنها يعني تتكلم تقول أنا كيف أتكلم، أتكلم عن أهلي أنا ما، بس أنا أبغى أنقول لك معاناتي وأحاسيسي، أنا ما أقدر فعلا زي ما قال أستاذ محمد ما أقدر أسافر، ما أقدر مثلا أستقل بذاتي، ما أقدر أقرر برأيي أنا يعني حاجة أبغاها وأحتاجها، إلا ما ألاقي كل العيلة بتتدخل في أي شيء من أمر من أمور حياتي. لكن على الغالبية الآن ما شاء الله معظم الأسر أصبحت ما شاء الله منفتحة، وأصبحت يعني تحترم المرأة وتحترم الفتاة داخل الأسرة وتأيدها، وأحيانا يعني يعتبروا البنت داخل الأسرة أكثر عقلا من الـ من الـ من الولد. ليه؟ لأنها قد تكون رزينة ومجتهدة ومجدة حتى في دراستها ومتفوقة وتحصل على أكبر الدرجات العلمية، وهذا شيء يعني الحمد لله إحنا بنفتخر به، يعني بالقياس يعني درجات التفوق بين البنات وبين الأولاد بنلاقي البنات أكثر تفوقا من الأولاد، رغم أنه يعني هو على الغالب يقول البنات أقل ذكاء من الأولاد، لكن أقل الأولاد أكثر ذكاء من البنات، لكن البنات أعقل أو بعض الأحيان من الأولاد. ليه؟ لأنها تفكر برزانة أكثر، تفكر بعقلية أكثر، تفكر بتوازن بين مستقبلها وبين حياتها. لكن الشاب عنده مفترق طرق وممكن يروح يعني بأي مجال من المجالات. المرأة ما عندها إلا مجال واحد، إنها بعد ما تدرس تتوظف، يعني حتى لو عندها حلم كبير يعني ما تستطيع تحققه إلا إذا يعني تزوجت، إلا إذا يعني كمان كان زوجها يعني متفاهم معاها، إلا إذا وصلت إلى مرحلة من العمر. يعني أنا أضرب لكم مثال على نفسي، يعني أنا لو من كنت مثلا شابة صغيرة في العشرينات في الثلاثينات يعني ما أقدر أطلع على التلفزيون، كان في ضوابط أسرية أو ضوابط اجتماعية. الآن يعني أنا بأنقل رسالتي وبأتكلم وبستعين بالأساتذة الأفاضل وبحضرتكم وبنتكلم مع بعضنا وبنتشاور ونتراءى في أمور المجتمع ومشاكله. لكن بعض البنات يقول لك لا زال إن هي عندها يعني القدرة على إنها تعبر عن رأيها، لكن لا زالت ضوابط أو عوائق كثيرة داخل أسرتها تمنحها إنها تخرج مثلا للمجتمع وتنقل صورتها أو رأيها لهم. طيب واضح دكتور، برجع لك دكتور، خلينا نتكلم عن ما الذي تحتاجه. طبعا احنا ما نبي نقول احنا ظالمين الذكور بعد، وكنا ما تكلمنا عنهم وعنه يعني هم يحتاجون كذلك لإيجاد اكيد يعني محاضن أسرية تسعدهم كذلك داخل الأسرة. اكيد زوجته غير مسعدته ما راح يكون سعيد داخل الأسرة، فبالتالي انا اتوقع كذلك الذكور مهم الحديث عنهم يا دكتور. يعني مسألة انه كيف يمكن ان اسعد أكون سعيد وأسعد كذلك الأنثى اللي معي، وبالتالي هي علاقة تبادلية. نعم. فبتعقيبك على هالجزئية. حسن. وحقيقة لو نظرنا رجعنا للأرقام مرة ثانية، 68% من الذكور كانوا سعداء، بمعنى آخر أنه نتكلم عن حاجة و 30% غير سعداء داخل أسرهم. فأكيد هناك رجال سعداء، هناك نساء سعيدات، هناك رجال غير سعداء، هناك نساء غير سعيدات. القضية مثل ما تفضلت أنه عندما نتكلم في إطار الأسرة فما في شك أنه لا يمكن أو ليس الوضع صحي إذا كان هناك طرف سعيد على حساب طرف آخر، يعني هذا الوضع غير صحي داخل الأسرة، وبلا شك أنه راح ينعكس على أطراف أخرى أيضا. يعني إذا كانت الأم مضطهدة سينعكس هذا على أبنائها وعلى بناتها وعلى الجميع. فأيا كان الطرف السعيد أو الأكثر سعادة اللي نقول، لأنه واضح ولا الحمد أنه يعني 57-68 أرقام يعني تظل أرقام جيدة، أيا كان هو الطرف السعيد فبلا شك أنه الطرف الآخر هو جزء من هذه السعادة. الرجل جزء من سعادة المرأة، المرأة جزء من سعادة الرجل. أنا حقيقة ما أحب أن يكون المنظور لهذه الدراسة منظور استقطاب، أنه الرجال ضد النساء والنساء ضد الرجال، لا أبدا. هو المقصد من هذه الدراسة وكل الدراسات التي نقوم فيها هو تلمس أين يمكن أن يكون
دور أفراد الأسرة في مساعدة بعضهم البعض، أفراد المجتمع في مساعدة بعضهم البعض. دورنا نحن كأطباء نفسيين وكأخصائيين اجتماعيين والمعنيين بشأن الأفراد والأسرة، كيف أن يمكن أن نكون يعني في تفكيرنا في محيط الواقع وليس محلق بشكل بعيد. أنا أستاذنك يا دكتور، معنا اتصال من النائب رئيس جمعية تعزيز الصحة الدكتورة نادية نصير. الدكتورة نادية حياك الله معنا. يعني ما بين من يرى أنه النسبة يعني كبيرة، أنه كويس 57% من النساء والفتيات داخل محيط أسرة سعداء أو سعيدات، بعيدا عن مقارنة ما بين أنه الذكور أكثر أو أقل، أنت كيف تعليقك وتعقيبك على هالنتيجة؟ أولا يا هلا، مساء الخير عليكم في البرنامج، وأنا بحيي الدكتور السبيعي على أنه هو أعطانا يعني سوى لنا حاجة زي هذه أو دراسة تهتم في المرأة. يعني أنا أول مرة أشوف أنه في دراسة تطرح في المملكة العربية السعودية عن موضوع السعادة بالذات، فهذا تقدم جدا جميل جدا، يعني أنا أسعدني. طبعا إحنا حنقول أنه هو النسبة طلعت في الرجال هي أكثر السعادة، نظرا لأنه الرجال في المملكة العربية السعودية الرجل يتمتع بحرية أكثر من المرأة في تنقلاته، في روحاته، في جياته، في أنه هو كيف يتنقل، فطبعا أنه هو هذه طبعا تعطيه سعادة. بالإضافة لأنه التربية زي ما ذكرت الدكتورة، التربية في المنازل تربي الولد غير البنت. إحنا ما بنقول أنه هو شيء صحي نفسيا، ولكن أنه هي هذا الواقع أنه بيربوا الولد غير عن البنت، فهنا التفرقة أيضا في التربية. فأكيد بتسعده أنه هو بيكون له كل حاجة زي ما تفضلت الدكتورة، وله الأولوية وله كذا، فهذا شيء تاني ما بيسعده. فنحن بنقول أنه التوعية الآن أصبحت كثير موجودة، وما شاء الله لا قوة إلا بالله. حقول لك أنه نسبة سعادة المرأة راح تزيد في المستقبل، لأنه البنات الشابات اللي هم الواعدات اللي جايين في المستقبل صاروا زي ما تقول إن هم يأخذوا سعادتهم بيدهم، يقتطفوها، ما صار يعني يهتموا إن هم لسه راح إنه أحد يعطيهم إياها أبدا، فأصبح جيل واعي. كيف تقتطفها يا دكتور؟ يعني صارت شخصيتها أقوى يعني ولا شلون؟ حقول لك أصبحوا الآن ما هم جالسين يستنوا إنه أحد يسعدنا، لا هم عندهم اتجاهات أخرى تسعدهم. أصبحوا هم يشتركوا في مثلا في نوادي، اللي عندها هواية بتسويها، اللي عندها شيء ممكن إن هي تقوم بعمل وتقوم، اتجاهاتهم العلمية صارت أفضل، صاروا إن هم بيحققوا نفسهم وذاتهم في العمل، أصبحت تنزل للعمل، ما في أحد الآن بيمنعها من إن هي تشتغل، فأصبحت الآن هي شاعرة بكيانها، شاعرة بوجودها. برغم حتى إنه لو كانت التربية فيها تفرقة في المنازل، فأنا بأشوف إنه نسبة سعادتها راح تزيد، لأنها هي الآن أصبح لديها وعي وقادرة على إنه هي تسعد ذاتها، واضح دكتورة. تسعد نفسها. نعم، شكرا دكتورة نادية نصير، نائب رئيس جمعية تعزيز الصحة. دكتورة زهرة، أبسألك سؤال أخير، دائما تكلمت عن المرأة وحديث يمكن كله كان بالتركيز على هالجزئية، أنت تشوفين سعادة المرأة داخل الأسرة تربط أكثر بما يسمى بالكماليات، مثلا يعني الروحة الجاية، غير من الأمور اللي يعني يمكن تطالب فيها المرأة، ولا المفروض أنها تربط بالحقوق؟ يعني يجب أن تمنع لها كثير من الحقوق اللي البعض يرى أنها تعطي الرجل أكثر من المرأة، وأن المرأة يجب أن يعني تستجدي الرجل حتى تعطى حقوقها. عندنا المطلقات نماذج في المحاكم، وعندنا أمور كثيرة موجودة في مجتمعنا. فعلا يعني المرأة يعني في حياتها في مجتمعنا يعني هي بين شد وجذب، يعني هي تبغى تحقق ذاتها وتبغى تنطلق وتبغى يعني تثبت وجودها، تلاقي عراقيل أمامها داخل المجتمع، سواء كان أسرتها، أهلها يعني، أو زوجها، أو بعض الضوابط بعض الأشياء اللي هي مطلوبة منها. يعني هي لو تبغى تقدم وظيفة، أول حاجة في ملفها تحطها موافقة ولي الأمر، يعني لو ما وافق ولي أمرها على إنها تشتغل عمرها ما رح تشتغل. هذه من ضمن القيود والضوابط اللي إحنا بنحطها عراقيل في حياة المرأة.
يعني أضف لذلك إنها يعني ما بتقدر إنها تمارس كل حياتها. يعني أنا والأستاذة نادية الدكتورة نادية إحنا زميلات مهنة ومارسنا التدريس في علم النفس في الثانويات، وكانت تمرنا حالات يعني مرة فظيعة من الضغوط العائلية ومن القهر اللي هم بيمارسوه أهاليهم بيمارسوه عليهم. لا. فمعناته لا هي شغلة حقوق ولا هي شغلة واجبات، إنما هي يعني أشياء إحنا العوائل توارثتها بناء من جيل إلى جيل، ويحاولوا إنهم يسلموها إلى أولادهم. لا. لكن إن شاء الله بالوعي الثابت والانفتاح هذا اللي على المجتمع، وأضف إلى ذلك يعني الوعي اللي وصلوا له الأهالي، أرجو إنهم يعني يساعدوا بناتهم على إنهم ينطلقوا ويحققوا ذاتهم. شكرا دكتورة. شكرا دكتورة زهرة المعبي المستشارة الأسرية في مركز عين اليقين، وشكرا كذلك لرئيس فريق الدراسة اللي خلصت لأن الذكور أكثر سعادة من الإناث في محيط الأسرة عندنا في السعودية، البروفيسور في الطب النفسي الدكتور عبد الله السبيعي. شكرا كذلك للباحث والكاتب الصحفي الأستاذ محمد العصيمي اللي كان معنا، وكذلك رئيس جمعية تعزيز الصحة الدكتورة نادية نصير. شكرا لكم لأنكم أعطيتونا جزء من وقتكم وتابعتونا في هذه الحلقة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة يوم الغد بإذن الله. إلى اللقاء.